تفضل تفضل انت، انا راح اعرضها وتفضل انت حج لو تقدر تكبرها بعد افضل، كبرها انا اريد تكبرها على الرقم الموجود احسنت. اخواني سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا المدلس الكذاب محمد ناصر الدين الألباني، هذا كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة أمامكم جميعا، رقم الحديث احفظوا 1761. يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما انتمس ما أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي أمامكم. يا أيها الناس، يا أيها الناس، الكتاب لكل الناس مو لفئة معينة. جميل جدا، حجينا طلع لي الصورة الآن. طيب حفظت الرقم 1761، حفظوا 1761. كبر للشاشة حج، الله خلي أقلبها، لحظة أقلب لكم الكاميرا حتى تشوفون هذا المدلس الكذاب الذي يستشهدون به. صحيح الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين الألباني، المجلد الأول، المكتبة الإسلامية. حجي أريدك تقرأ لي هذا اللي حاط أنا عليه صح. أول شيء فوق، خلفت فيكم شيئين لن تظلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. الله أكبر يا رب. حجي اقرأ لي وين موجود هو ذاكر هذا الكلام. أبو بكر الشافعي في الغيلانيات والصحيحة 1761، هاي أمامك. الله أكبر، لله درك أبو باقر، أحسنت أحسنت. لحظة لحظة، بقية خلي أضع صورتي أيضا. شوف أخواني، بس لحظة أخونا، لحظة. شوف أخواني هنا في سلسلة، أو ليش هنا إيش قد هي في صحيح الجامع. شوف أخواني، لحظة أبو باقر، لحظة خلي حتى الناس تعرف. شوف أخواني، هذا أنا سأضع الكتاب اللي أرسله أبو باقر، ولك كتاب مطبوع. شوف أخواني هذا الكتاب، هذا الكتاب، لحظة أخواني، هذا الكتاب 1761 أمامكم، وهذا 1761 عند أبي باقر. هنا ماذا قال؟ يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هو نفس الألباني في طبعة أخرى يقول خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يفترق حتى يرد الحظ، أوردته في السلسلة الصحيحة 1761، وهذه 1761 هي كتاب الله. يعني هو مو يكذب على العالم، إنه على روحهم يكذبون. الآن أبو باقر اللي عرضه الألباني شو يسوي؟ تورط، فقام يأكل بنفسه. هو صح عترتي، وبنفس الكتاب الثاني يقول لا، ارجعوا إلى السلسلة الصحيحة فإن فيها سنتي. لك يا بنت ليش تكذب؟ ليش تكذب على، يعني أنت الآن لما يلحدوك في القبر، أنت الآن يا سني يا سني، أنت مو أمامك الآن، إحنا عرضنا الكتاب. شوف هذه الطبعة، هو عرض وثيقة وأنا جبت لك الكتاب المطبوع أمامك، كتاب مطبوع، وهذا كتاب مطبوع. هنا يقول عترتي، ونفس الرجل هنا في وين أبو هنا أبو باقر يقول لك سنتي، نفس الألباني، ويقول نفس الرقم اللي موجود هنا. إذن هذه نقطة مهمة جدا أبو باقر نستفاد منها. شنو إخواني؟ لما النبي صلى الله عليه وآله ترك لنا السنة، السنة واجبة الاتباع، ولا ممكن أن نقول كتاب الله مريد سنة؟ جواب، إذا مردت سنة تكون زنديق. لماذا؟ لأن القرآن يقول لك ما أتاكم الرسول فخذوا، فواجبة الاتباع. إذن أنت لما نتبدل العترة بكلمة السنة، لأنك تحس أن العترة واجبة الاتباع، لكن ورطة، فشو تسوي؟ رفعت العترة ووضعت السنة. يعني لو أننا صححنا لك وقلنا لك ارجع واتبع العترة كما أنك صلحت، فالعترة واجبة كما أن السنة واجبة. ليش؟ لأنك رأيت الأمرين بميزان واحد. أنت ليش رفعت العترة ووضعت السنة؟ حتى تكون لازمة الاتباع.
طب الآن لو صححنا لكم الخطأ وعرضنا لكم الآن، إذن المراد من حديث عترتي هو الاتباع مش المحبة، والدليل على ذلك أنه بدلتم العترة إلى سنة. واضح الكلمة؟ لذلك أنتم تعرفون أن الحق معنا وأننا أهل الحق، وأن هؤلاء علماؤكم يعرفون أنه نحن على الحق وأننا أتباع العتر، وما عندكم شيء في السنة، ولكنه العناد. هو ماذا يقول؟ يقول جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه قال الآتي: في كتب الشيعة قالوا عليكم بالكتاب والسنة. زين، احنا قلنا عليكم ومنو منكر السنة؟ لكن السؤال، لما الصادق في البحار في البصائر في الأمالي في كذا قال عليكم بالسنة، هل احنا لما يروي الصادق عليكم بالسنة يعني عليكم بالبخاري ومسلم؟ لو نحن السنة، انا واجدادي وابائي، عندما تكلم الامام الصادق شوف التحريف، لانه ماذا فعل؟ كتب في محرك البحث وقال عن الامام الصادق انه عليكم بكتاب الله وسنة نبيه. انظروا يا شيعة، في كتبكم موجود سنة. إيه موجود سنة، لكن سنتنا مش سنتكم، لأن الإمام الصادق ما يقول اتبعوا البخاري واتبعوا كذا واتبعوا كذا. إحنا سنتنا أنه أجداد علم الصادق عليه السلام وعلم أجدادي، فهو يستخدم فقط المصطلح حتى يلبسك الأمر، والأمر ليس كذلك. شوف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو محمد، مساك الله بخير. الله، الله يبارك فيك. لما الآن عرضنا الألباني رفع عترتي ووضع سنتي، شنو السبب؟ حجي قبل ما يتكلم أبو محمد، لحظة أبو محمد، أنا هاي كانت هدية للبارحة للكثير الذين يتحججون بالألباني. اليوم كسر قرن الألباني رسميا، كسر قرنه. إذا رفعتم رأسكم مرة ثانية بالألباني اعترفوا أولا أنه مدلس وكذاب بهذا الموضوع، أنا بغير مواضيع ما لنا علاقة. فعليه هذا اليوم الحوار سيكون بكتاب الله وعترتي وتكذيب وسنتي، والحوار بكسر قرن الألباني المدلس الكذاب. تجيب، اسمع، لا تقاطع بابا، تجيب على هذا، لا تقاطع يا بابا، بدي اعطيك مجال، اصبر علينا خلينا نتكلم. تجيب على تدليس الألباني الكذاب المدلس الذي اشار بسلسله الاحاديث الصحيحه حديث 1761 فقال وعترتي، وياتي في صحيح الجامع الصغير ويقول كتاب الله وسنتي، راجعوا الصحيحة 1761. تعطينا حكم الألباني مباشرة وانطلق بما تتكلم. يلا تفضل انطلق. لا والله لا يوجد أي حديث عندنا صحيح وعترتي، وأقسم بالله العظيم وأتحداك. طيب قبلنا التحدي، قبلنا أنا أتحدى وعترتي أليباتي صححة إجمع العلماء عندنا. شنو اجماع العلماء؟ يعني لا، لحظة، يعني انت تقصد انه نعطيك حديث ان كل العلماء على وجه الارض قالوا صحيح ولا انسان ما عنده اشكال على هذا الامر؟ اعطيني لا مطعن، يعني عبرتي فيه من صحح وفي من ضعف، وانا زين. احسن، سمعتم يا اخواني، يقول اعطونا حديثا انه الجميع اتفقوا على أن هذا الحديث صحيح لا يوجد فيه مطعن. زين، جاهز حجي. طيب تفضل أبو يوسف. تفضل أبو يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أقرأ للسند أبو يوسف. هذا عنوان، انتبهوا للعنوان: صحاح الأحاديث فيما اتفق عليه أهل الحديث للإمام عبد الواحد المقدسي، وفي الجزء الثالث طبعا دار الكتب العلمية صفحة 584
رقم الحديث 11469 و 11470 يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفون فيهما. صحيح اتفاق أهل الحديث. يلا تفضل، هاي جبنا لك. وعدلامي نعم تفضل. من الذي روى الحديث والسند؟ اللي روى حديث الطبراني وهو حديث بالضحى. لا 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 حجي، لا 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 حجي، لا حجي، لا 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 ينتقل. اصبر اصبر اصبر، لا تنتقل، هاي لا تلعب هاي اللعبه ويانا. قلت ائتي بحديث صححه، او بالذات هو هذا الحديث اجمع على تصحيحه، قرأ لك عنوان الكتاب فخامة الكتاب تكفي، والحديث فيه. تفضل اثبت او تكلم وقل انك جاهل وما تفتهم. تفضل اعطني السند، السند الذي صححه في عطرة السند. زين، ما اجمع لك باتفاق اهل الحديث. ابو يوسف اقرا لي سند ابو الضحى. تفضل اقرا لي سند مو بس سند ابو الضحى ابو يوسف، مو بس سند ابو الضحى، اقرا العنوان، عنوان الكتاب ابو يوسف، كرر عنوان الكتاب 10 مرات، عسى انه يسمع. يعني ابقى صم وابكي، عسى ان يسمع. شيعة مشكلة والله، بريد واحد. تفضل كرر عنوان الكتاب. يعني هو حجي، هو طلب، قال أريد باتفاق هذا العنوان للكتاب خصيص لهذه المسألة، صحاح الأحاديث فيما اتفق عليه أهل الحديث. بعد ماذا يريد؟ الجزء الثالث صفحة 584، بل إنه صحح اللفظين: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولا يتفرق حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال صحيح: وإني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود من ما بين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لا يتفرق حتى يرد علي الحوض. صحيح. وفي الحاشية يقول: أخرجه أحمد والترمذي في الجامع الصغير، وعن زيد بن أرقام، وعن زيد بن ثابت، وإلى آخره، ويعطي المصادر. الأخ إذا مو يعني مختص أو مو مطلع، هذا خلص إحنا نعطيه خدمة 7 نجوم. ماذا يريد؟ يطلب باتفاق أهل الحديث، نعطيه باتفاق أهل الحديث. تفضل. يلا تفضل الآن، قال لك باتفاق أهل الحديث. تفضل. أنا أقسم بالله هذه الرواية التي سيأتي بها سأعطيه 100 ضعفها. أنا أقسم بالله، يعطيني السند. هو جاب لي من صح، أنا أوعدك سأجد. حجي خلي أخذ لفرع، عسى أنه يسمع، عسى أنه يسمع. زين أنت مو لحظة، أنت مو شوف شوف الظلم أخوان، أنت مو قلت تعطيني الاتفاق، الآن جاب لك كتاب بالاتفاق، الآن ليش هربت من الاتفاق إلى أحد الأسانيد؟ ليش؟ أنت مو قلت تعطيني اتفاق؟ أنا سأعطيك ما أصاري ردوا عليه وقالوا أنا ضعيفة، أعطيه السند. زين ما طلبت عيدة. زين إذا الآن ماشي ماشي خوش. أبو يوسف عندك سند الطبراني لو طلع لحظة؟ موجود حجينا، لكن هذا سند، هذا أيضا سند صاحب المعرفة والتاريخ الفسوي. يقول: حدثنا يحيى قال حدثنا جرير عن عبد الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن زيد بن أرقم عن رسول الله. يلا تفضل، من الضعيف في هذا السند؟ بالمال بالمال بالمال. حدثنا يحيى الزيد. أيه. حدثنا يحيى الزيد. عيد للسنة. حدثنا جرير. حدثنا يحيى. لحظة، هذا رفيق الإمام يحيى. مسلم يعقوب بن سفيان الفسوي. يحيى. يحيى بن حدث. لا تسوي لي يحيى ابن مان، انت قل لي من الضعيف، لا ظل تلعب، كمل السند، اقرا لي السند. قال حدثنا يحيى عن الحسن بن عبيد الله عن ابي الضحى عن زيد بن ارقم قال النبي. تفضل الان انت يا علام الزمانك، تفضل ضعف هذا السند. اذا انت ما تعرف يحيى من وتريد تضعف وتحلف بالله، يعني ماذا نفعل لك؟ يلا تفضل، من الضعيف في السند؟ أنا تحدثكم عن يحيى زيد عن حدثنا يحيى عن أشون بلوية ذول. لا إله إلا الله، مو 3 مرات قرينا السند. أنت ما تسمع مني، خلي أخذ فر الروضة شوي. زين أخونا أبو محمد، أخذ لك فر وتعال. من ليبيا.
اي فرم من ليبيا 1000 متر. اي 1000 متر من ليبيا. اخواني انا اريد اقول للسنه، اريد انا خاطب السنه، يا اهل السنه بالله عليكم، أهؤلاء من يمثلونكم؟ يا أهل السنة بالله عليكم، أترفعون رؤوسكم بهؤلاء؟ أتفخرون بهؤلاء؟ أهؤلاء فخركم؟ أهؤلاء عزكم؟ أهؤلاء محاوركم؟ يا أهل السنة أين مشايخكم؟